شيخ أثابك الله، رجل حج عليه دين مقصر من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر في بعض الأقساط، ما حكم حجه؟ يعني معناه أنه ليس عنده مال، يعني يثق من نفسه بوفائه. أقول هل عنده مال يثق من نفسه بوفائه إذا حل؟ لا، الدين مقصر. يعني أنا فاهم مقصر، لكن مثلا إذا قدرنا الدين مثل البنك العقاري الآن، الدين مثلا يحل في جمادة، وجاء وقت الحج وعنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي، فهذا لا بأس أن يحج وإن لم يستأذن صاحب الدين. أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قلت عليها أقساط ما بعد أوفاها فلا يحج. ما حكم الحج؟ حج هو يكون آثما، لكنه حجه صحيح لكنه آثم، وكيف الله سبحانه وتعالى يرخص له ويروح يكلف نفسه؟ أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه؟ نعم.